السلام عليكم ورحمة الله. اليوم سويت أسئلة فيزياء للصف الثاني المتوسط الشهر الأول الفصل الأول فقط، طبعا نزلت لكم حتى تستفادون من عنده. هو سويت الأسئلة الطلابي تدريس إلكتروني الخصوصي. السؤال الأول عرف ما يأتي، قلت لكم فيزياء ثاني متوسط الشهر الأول الفصل الأول فقط، عرفنا القياس. القياس موجود صفحة 7، هو طريقة لوصف الكميات والتعبير عنها بأرقام. الحركة موجودة، الحركة صفحة 11. الحركة هي تغيير مستمر في موقع الجسم نسبة إلى جسم آخر يكون ثابت، فالحركة مفهوم نسبي يعتمد على موقع نقطة الإسناد الذي يصف الحركة. نجي على الباديات، صفحة 10. هاي الباديات هي عبارة تسبق الوحدة وتكتب كدالة أسية للرقم 10. زين، مسار الحركة، مسار الحركة صفحة 12. مسار الحركة موجود صفحة 12، هو الخط الواصل بين مختلف المواقع التي يمر خلالها الجسم المتحرك في أثناء حركته، ويمكن أن يأخذ المسار أشكال مختلفة. زين، الانطلاق، الانطلاق موجودة صفحة 14، هو المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن أو المعدل الزمني للمسافة التي يقطعها الجسم عند حركته. الإزاحة، الإزاحة موجودة صفحة 15، هي أقصر مسار مستقيم يسلكه الجسم للانتقال بين نقطتي البداية والنهاية باتجاه ثابت وتقاس بوحدة المتر، متر يعني أم. السرعة، السرعة صفحة 18 موجود، السرعة صفحة 18 اللي هي أقول السرعة هي المعدل الزمني للإزاحة المقطوعة والإزاحة المقطوعة خلال وحدة الزمن. أنواع السرعة منتظمة وغير منتظمة. التعجيل همات نفس الصفحة، صفحة 18، هو المعدل الزمني لتغيير السرعة ووحدته متر على سنتيمتر تربيع، وهي من الكميات الاتجاهية. السؤال الثاني ألف، عدد عناصر القياس. عناصر القياس موجود صفحة 7، الكميات الفيزيائية ونظام وحدات القياس أدوات وأجهزة القياس. عناصر القياس عدة ثلاثة، فرع باء قارن بين الكميات المقدارية والكميات الاتجاهية. خلنا نشوفكم إياه صفحة 8 هياتها، يعني مقارنة بين الكميات المقدارية والاتجاهية، كل واحد وله تعريفه. زين، السؤال الثالث، عبر عن 20 متر بوحدات متر. خلنا ناخذ نحله الألف، يقول عبر عن 20، يعني أقول كل واحد متر يساوي لنا 1000 مليمتر. أضرب 20، طبعا هذا الألف، 20 في 1000، أنزل 2 وأنزل 4 أصفارة، 20000 مليمتر. إذا أسويها 2 × 10 أس 4 مليمتر، هاي ألف. أريد باء، حول 4.5 إلى 1 كيلومتر. أقول كل 1 كيلومتر يساوي لنا 1000 متر. 4.5 في 1 على 1000 يساوي لنا 4.5 في 10 أس سالب 3 كيلومتر. هذا الحل. زين، السؤال الرابع، مسألة عدي، يلا عيني خلينا أقراها. تقع
مقطع سيارة مسافة مقدارها 450 كيلومتر من بغداد إلى البصرة بزمن قدره 5 ساعات. يا ماما، وتقطع الطائرة المسافة نفسها بزمن قدره 1 إتش، جد معدل انطلاق كل من السيارة والطائرة جد الناتج بوحدات متر على الثانية. هسه أقول هنا معدل انطلاق السيارة، وهنا معدل انطلاق الطائرة. معدل انطلاق السيارة S يساوي لنا D total على T، ويساوي لنا 450 كيلومتر على 5 ساعات، يساوي لنا 90 كيلومتر على H. إنه بنضرب 90 في 1000 على يمن على 3600، يطلع لنا 25 متر على الثانية. نجي على الطائرة، أقول S يساوي لنا 450 نفس القانون كيلومتر على 1 H. أقول 450 كيلومتر نفسها على H. إنه بضرب 450 في 1000 على 3600، يطلع لنا 125 متر على الثانية. زين، هنا عندنا بما تتصف الإزاحة هي هذا الأخضر، شوفوا هذني 3 نقاط بما تتصف الإزاحة. زين، مثل الإزاحات التالية، فرع جيم هذا، مثل الإزاحات التالية بالرسم. معني عندك 300 متر اكس 1 جنوبا و500 متر اكس 2 شمالا. نعم، احنا نختار، لازم نقول اكس 1 يساوي 300 متر في 1 سنتيمتر على 100 متر، ويساوي الصفارة يروحن 3 سنتيمتر. النوب اكس 2 يساوي لنا 500 متر في 1 سنتيمتر على 100، ذن يروحن ويساوي 5 سنتيمتر. وتمثلون الإزاحات بالرسم، هنا شمال، هنا غرب، هنا شرق، وهنا جنوب. هعيني، فصارت 5 سنتيمتر باتجاه، وهنا صارت 3 سنتيمتر، عندنا 5 وحدات وهنا 3 سنتيمتر. هذا الحل. زين، نجي على سؤال الخامس ألف. جد مقدار الإزاحة المحصلة للإزاحتين X1 و X2، X1 8 و X2 6، إذا كانت الإزاحتان باتجاه الشرق، وإذا كانت الإزاحة X1 باتجاه الشرق والإزاحة X2 باتجاه الغرب. أقول X هذا باتجاه الشرق، XR يساوي لنا X1 زائد X2 ويساوي 8 زائد 6 يساوي 14 كيلومتر. نقول XR يساوي لنا X1 ناقص X2 يساوي لنا 8 ناقص 6 ويساوي 2 كيلومتر. خلصت المسألة. السؤال الخامس، قارن بين السرعة المنتظمة والسرعة الغير المنتظمة. هذا موجود صفحة 15، السرعة المنتظمة والغير المنتظمة. السؤال الخامس باء 18، وين 18؟ هاي عيني مقارنة، كل وحدة وتعاريفها، السرعة المنتظمة والغير المنتظمة، هاي مقارنة. ما مميزات متجه الإزاحة؟ صفحة
18. لحظة، قلنا قارن، نعم، بين السرعة المنتظمة، نعم، وما مميزات متجه الإزاحة؟ هذا موجودة ما مميزات متجه الإزاحة؟ وين الإزاحة؟ شنو مميزاتها؟ هذا مواصفاتها. السؤال الخامس، فرع جيم، ما مميزات متجه الإزاحة؟ طبعا هذه هي مميزاتها، نفس مواصفاتها، جبتها اثنين مرتين. أو حساب محصلة إزاحتين، نعم هي هاي، ما مميزات اتجاه الإزاحة، أجابتها مرتين. عبر عن مفهوم التعجيل بعلاقة رياضية. علاقة رياضية هي أي، يعني تغيير السرعة على الزمن، يساوي أن دلتا تي في على تي. نجي على السؤال الخامس ألف، يقول قارن بين الحركة الانتقالية والحركة الدورية. هذا موجود صفحة 12، هذه ماما الحركة الانتقالية تعريفها والدورية. زين، اكتب نشاط الحركة الاهتزازية هي هذا النشاط، صفحة 13، هذا مهم جدا. زين، ماذا سمي انتقال جسم من موقع إلى آخر بمرور الزمن؟ إن الجسم قد تحرك، نكتب هنا بس إن الجسم قد تحرك. دال، اذكر أمثلة عن الحركة الانتقالية والدورية. هذه موجودة صفحة 12، أمثلة هذني يعني حركة، شنو الأمثلة الانتقالية والأمثلة الدورية، هذني الأمثلة. زين، متى تصبح سرعة جسم مساوية لانطلاقه؟ أقول له عندما يتحرك الجسم على خط مستقيم وباتجاه ثابت باتجاه ثابت، وذلك عند مقارنته بجسم آخر ساكن مثل الشجرة، هعيني، فكلما، لا شو نقول، يقول متى تصبح سرعة الجسم مساوية لانطلاقه؟ نقول عندما يتحرك الجسم من خط مستقيم وباتجاه ثابت، بس هذا عندما يتحرك الجسم على خط مستقيم وباتجاه ثابت. متى أقول أن الجسم قد تحرك؟ وذلك عند مقارنته بجسم آخر ساكن مثل الشجرة، كلما ابتعدت الجسم عن الشجرة نقول أنه قد تحرك. وهنا متى تصبح سرعة الجسم مساوية لانطلاقه؟ أقول له عندما يتحرك الجسم على خط مستقيم وباتجاه ثابت وبانطلاق ثابت، يكون مقدار الانطلاق هو نفس مقدار السرعة. وهنا متى أقول أن الجسم تحرك؟ وذلك عند مقارنته بجسم آخر ساكن مثل الشجرة، كلما ابتعد الجسم عن الشجرة نقول أنه قد تحرك.